وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا هاتفيا الدكتور عبد الله ابو خضره، استاذ الطرق والنقل بهندسه بني سويف. دكتور عبد الله، بعد التحيه، السيد الرئيس يعني شاهد اليوم التوقيع، مراسم التوقيع على اتفاقيه في التعاون ما بين مصر وشركه سيمنز الالمانيه فيما يتعلق بالقطار الكهربائي السريع، وتابعنا ايضا كلمه المستشار الالماني اولاف شولتس والتي اشاد فيها بالقرار التاريخي للحكومه المصريه بتحويل وسائل النقل الاعتياديه الى فكرة القطار الكهربائي السريع وما له من مردود على سواء على مردود اقتصادي أو فيما يتعلق بتغير المناخ، ومصر الآن في إطار التحضير لقمة كوب 27. يعني في البداية خلينا نرحب بحضرتك بمشاهدينا الكرام، وخلينا نأكد أن ما يتم على أرض مصر من إنجازات منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 2014 كان مبني بناء على دراسة جيدة للمستقبل لما تطلبه الأرض الواقع في الدولة المصرية، وبيتم تنفيذه طبقا لفقه الأولويات، وبيتم تطبيق ذلك الفقه طبقا لاستراتيجية تتعامل معه طبقا للمتغيرات الداخلية والخارجية. شفنا كلنا حضرتك المتغيرات وهروب كتير من العمالة المصرية من المحيط الخارجي نظرا للأعمال والارهاب اللي موجوده في كتير من الدول اللي حوالينا، ورجوع كتير من العماله المصريه للدوله المصريه اللي استوعبتها المشروعات القوميه العملاقه، بالاضافه لمتغيرات جائحه كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه. كل هذه المتغيرات ويتم التعامل مع مصر انها اكبر سوق استثماري في العالم، بتستوعب مشروعات ضخمه فيها تنوع كبير، وهدف لكل الشركات العالميه في كافه التخصصات. بنشوف حاليا تنفيذ القطار الكهربائي السريع اللي هيتنفذ على ثلاث مراحل بأطوال تتخطى 2000 كيلومتر. المرحلة الأولى من السخنة للعلمين ثم مطروح كنوال الاستكمال بعد كده مع شمال أفريقيا لبني غازي. المرحلة الثانية من أكتوبر كانت لغاية أسوان بطول 925 كيلومتر، بناء على توجيهات السيد الرئيس هتوصل لغاية أبو سمبل تتخطى 1000 كيلو، ثم تستكمل بعد ذلك لوادي حلف في السودان. المرحلة الثالثة من الغردقة لنا الأقصر لسفاجة لخدمة الجانب السياحي وجانب نقل الفوسفات لمينا سفاجة. كل ده بيأتي ضمن خطة تم وضعها تخطت 1.7 تريليون جنيه في 2014 للعمل على تنمية محاور النقل كركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وكان أهمها التوجه للنقل الأخضر اللي كانت نتائجه هو تنظيم مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم بإذن الله. ده نظرا لاتجاه فعلي لهذا الإطار بتخصيص 837 مليار جنيه من 1.7 تريليون جنيه لصالح النقل الأخضر اللي هو النقل الجر الكهربائي، سواء تطوير خطوط المترو، عمل قطار كهربائي سريع باطوال تتخطى ال 2000 كيلومتر، المونوريل القطار الكهربائي الخفيف، مبادره سياده الرئيس للعربات الكهربائيه، التحول لغاز طبيعي، كلها اطر تعمل في كلها خطط موجهه للانتقال للنقل الاخضر والحفاظ على البيئه، بالاضافه لفتح بيئات كانت محرومه لفترات طويله من دخول مثل هذه وسائل النقل وفتح افاق الاستثمار في هذه المناطق وبالاخص في صعيد مصر، وايضا تخفيف العبء على خط القطار الكهربائي الاعتيادي اللي بيعمل بالديزل بعد تطويره ايضا بالكامل، وجود خط بديل ليه لتخفيف الضغط عليه وتسهيل الحركه والوصول للمدن الجديده في ظل انفتاح ووجود مدن من الجيل الرابع، اكثر من 14 مدينه على مستوى الجمهوريه يسهل الوصول ليهم من خلال وسائل نقل عديده بدائل مختلفه اغلبها كلها كانت تحمل البديل الاخضر او النقل الاخضر للحفاظ على البيئه وصحه المواطنين. نعم، ضيف الكريمي، شبكه القطارات هذه ستمثل اضافه كبيره لمنظومه وسائل النقل في مصر سواء لحركه الافراد او تسهيل التجاره، كيف ترى ذلك؟ بلا شك يا فندم، يعني لما نشوف بديل زي بديل القطار الكهربائي السريع اللي سرعته تتخطى ال 230 تصل 250 كيلومتر على الساعه، ده بديل بينافس البديل الجوي، يعني من القاهره اسكندريه حوالي ساعه الا ربع، من القاهره لاسوان في اربع ساعات. طبعا احنا كنا محتاجين لمثل هذا البديل، وجود بدائل كثيره بتسري عمليه الانتقال وبتسهل عمليه الانتقال بين المناطق، ده بيفتح افاق للانتقال وتشجع المستثمرين للوصول لاماكن كان صعب الوصول ليها، بقى في سهوله الوصول ليها، فتحت افاق استثمار، ودلوقتي بتشوف ناتج شبكه النقل وبدائل النقل الكتيره اللي بقت موجوده عندنا في مصر، وتحويل مصر على كامل اراضيها لاكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي، بزياده الربط بين داخلها القوي مع زياده معدل الربط مع المحيط الخارجي لتعظيم الاستفاده من موقع مصر الجغرافي المتميز من خلال العمل على عده محاور من تطوير مواني جويه ومواني بحريه وخطوط سكك حديد ومحاور طرق بتتعمل على الارض، تعميق غطس قناه السويس وعمل الزواجات، تحويل المواني البحريه، انا عندي 15 ميناء بحري منهم 9 على البحر الاحمر و6 على البحر المتوسط، تحويل كتير من المواني اللي عندي لمواني محوريه
الحيويه وعمل قيمه مضافه ليها واضافه ليها مساحات لاستيعاب البضائع وتسهيل عمليه الانتقال ودخول كثير لا. منها في حيز المناطق الحره زي ميناء بوقير، الربط منها زي بورسعيد ودمياط مع الاسكندريه من خلال قطار كهربائي سريع ايضا، كل ده بياتي ضمن خطه شامله تحويل كامل الدوله المصريه لاكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي ان شاء الله. الدكتور عبد الله ابو خضره استاذ الطرق والنقل بهندسه بني سويف، شكرا جزيلا لك.